بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يطيب لي بداية أن أوجه شكري الخاص على الاستضافة في هذا المنبر الإعلامي المحترم، قصد النقاش على موضوع مهم. هذا الموضوع يندرج ضمن القانون المدني، وخاصة أن مختلف الطلبة الباحثين هم مقبلون على اجتياز مجموعة من الامتحانات الجامعية والمباريات ذات الشأن القضائي، ولا يمكننا أن تكون لنا فرصة للنجاح إلا إذا أنتجنا إنتاجا قانونيا رصينا ومحكما. مسألة التنفيذ تعتبر أهم أثر من أعثار الالتزام، ومعلوم جدا أختي الكريمة أن معلوم أن أهمية هذا الموضوع، أن أهمية التنفيذ، تكمن في أن مجموع النزاعات والملفات المعروضة أمام محاكم المملكة في شقها المدني هي ترتبط بمسألة التنفيذ أو عدم التنفيذ، وحيث أن الرابطة العقدية في الأصل هي وجدت كي تنفذ، وأن مسألة التنفيذ أو عدم التنفيذ تطرح عدة إشكالات واقعية وقانونية على هذا الصعيد العملي وعلى مستوى هذا الخصوص. إذن ماذا نعني بالالتزام؟ ما هي أنواعه؟ ثم ما هي القواعد الأساسية والجوهرية التي تحكم أعثار الالتزام؟ على أن تتاح لنا الفرصة إن شاء الله في قادم الأيام أن نتحدث عن مسألة التنفيذ وكل المقتضيات المرتبطة به وعدم التنفيذ، وكذلك مختلف التطبيقات العملية التي تتعلق به. إذن أولا، ما هو مفهوم الالتزام؟ معلوم أن المشرع المغربي في قانون التزامات والعقود عرف لنا الالتزام بأنه رابطة قانونية بين شخصين، أحدهما دائن والآخر مدين، يلتزم مقتضاها الدائن للمدين إما القيام بعمل أو الامتناع عن عمل أو القيام بشيء، l'obligation de faire, l'obligation de ne pas faire, l'obligation de donner. والالتزام نوعان، إما أن يكون طبيعيا ينتفي فيه عنصر الإجبار على التنفيذ، أو يكون مدنيا يجتمع فيه عنصري المسؤولية والمديونية في آن واحد. أسوق مثال كي يتضح المقال. أقرضتك أختي الكريمة مبلغا من المال، ومرت على هذه المدة 15 سنة، لا يمكنني أن أطالبك أو أطالبك بهذا المبلغ. لماذا؟ لمرور مدة التقادم لا يمكنني أن أطالبك بهذا المبلغ قضاء. أما حسب قانون السماء فالدين قائم، فأنت غير معفاة من أداء هذا الدين. عندما تستجمع هذه الرابطة القانونية لعناصرها الشكلية والموضوعية، آنذاك نتحدث عن مقتضى يحكم علاقة الطرفين. هذه هي مقتضيات الفصل 230 قانون التزامات والعقود، العقد شريعة المتعاقدين. ما معنى ذلك؟ كلنا نقول على أن العقد شريعة المتعاقدين، ولكن شنو المعنى ليها؟ أي معنى ذلك هو أن العقد شريعة المتعاقدين هو أن ما التزم به الطرفان داخل مجلس العقد وجب تنفيذه والالتزام به، وبالتالي هذا في إطار القواعد المكملة التي لا ترتبط بالنظام العام، ليس في إطار القواعد الآمرة. إذن لأن القواعد المكملة يجوز الاتفاق على مخالفتها. فصل 229 من قانون التزامات والعقود كيأكد لنا أن كل تصريحات، هناك مقتضى آخر، أن كل تصريحات المنجزة على وجه صحيح هي تحل محل القانون. إذن هذه مقتضيات وجب التقعيد لها، ومن ثم يمكن أن نستنبط قواعد أساسية وجوهرية تحكم أعثار الالتزام. أول قاعدة يمكن أن نستشفها من خلال المقتضيات العامة التي أكد عليها المشرع في قانون الالتزامات والعقود هي
أولا العقد شريعة المتعاقدين بالنسبة للطرفين. ثاني قاعدة مهمة هي أن الالتزامات لا تنتج آثارها بين المتعاقدين فحسب، بل تمتد نحو ورثتهما وخلفائهما، الخلف العام والخلف الخاص. كل قاعدة ثالثة مهمة وهي كل تنفيذ أو كل تعهد يجب تنفيذه بحسن نية، ويشمل أيضا ما وقع التصريح به وأيضا ملحقات الالتزام. رابع قاعدة مهمة، يجب على الطلبة أن تترسخ لهم في الأذهان إعمال العقد خير من إهماله. هذه القاعدة هي مهمة بشكل كبير، لأنه في تطبيق الأحكام على النوازل يسوغ لك في عقد ومكتمل الأركان والشروط جزء صحيح وجزء باطل، فالأجدر أن نعمل هذا الجزء الصحيح ولا نهمله. هذا هو مضمون هذه القاعدة. القاعدة الخامسة والأخيرة هي العبرة في تكييف العقود بالوصف الذي حدده القانون، والملزمة المحكمة هي الملزمة بتحديده لا بالوصف الذي له أعطاه له الأطراف. العبرة في تكييف العقود بالوصف القانوني الذي تلتزم المحكمة بتحديده لا بالوصف الذي أعطاه الأطراف. أسوق مثال كي يتضح المقال. أبرمنا أنا وأنت عقدا وسميناه عقد بيع. المحكمة لما اطلعت على مضمون ومقتضيات هذا العقد وجدت من خلال هذه المقتضيات والحيثيات وجعل أنه عقد هبة، وعقد الهبة هو تفويت التملك بدون عوض، وبالتالي ولو أن الأطراف سماه عقد بيع فالمحكمة ملزمة بتصحيح هذه التسمية لأنها تسمية خاطئة، ووجب تطبيق القانون، وبالتالي أن حسن التكييف يؤدي دائما إلى حسن التطبيق. إذن هذه كلها مجموعة من القواعد الأساسية والجوهرية التي تحكم آثار الالتزام. تحدثنا كذلك عن ما هو مفهوم الالتزام، ما هي أنواعه، على أن تتاح لنا الفرصة فينا في القادم الأيام بحول الله، ونناقش مسألة التنفيذ، إطاره القانوني، ماذا نعني بالتنفيذ، الفصل 236 إلى 256 التزامات العقود. كذلك نتحدث عن أوصاف الالتزام، الشروط، الآجال وما إلى ذلك. نتحدث كذلك عن التماطل في التنفيذ أو الإخلال بالتنفيذ ودعوى المطل وكل التطبيقات العملية المرتبطة بذلك. لذا وبالتالي أنا ممتن لكم على الاستضافة كوننا ناقشنا موضوعا مهما، وأتمنى حظ سعيد لمختلف الطلبة المقبلين على اجتياز هذه المباريات في الشأن القضائي، وأنا ممتن لكم كذلك على حسن اختيار هذا الموضوع لأنه موضوع مهم بشكل كبير. إلى ذلكم الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.